إيزمورة أو إيزمورن بالأمازيغية وتعني شجرة الزيتون، وهي الأصل في تسمية مدينة زمورة، إحدى أقدم المناطق في ولاية غليزان. تتمتع بعدة معالم تاريخية لا تزال تقاوم الزمن. هو تاريخ منطقة زمورة فقط التسمية تاعها تعني تزمور، تعني شجرة الزيتون اللي كانت تشوف فيها ممتد بكثرة هنا في منطقة زمورة. تزمور هو جمع تاعها في اللغة الأمازيغية في اللهجة الغربية، يقولوا إيزمورن وإيزمومورن، ولا تعني حبة الزيتون، تعني شجرة الزيتون اللي تعني تزمورت، والجمع تاعها يعني إيزمورن، ثم سمي على الواد النهر تاعها نهر إيزمورن، ومن بعد حرف هذا الكلمة أصبحت زمورة. لعل من بين أبرز المعالم التاريخية الموجودة بمدينة زمورة الجسور السبع، والتي أشرف على بنائها المهندس الفرنسي بول سيجورني. أشهر المعالم الموجودة في زمورة هي الجسور المعلقة اللي بلغ عددها سبعة، من بين هذا الجسر الأول هذا هو البداية تاع حملة تاع السبعة هذو الجسور اللي موجودة في منطقة زمورة، اللي أشرف عليه المهندس الفرنسي بول سيجورني في ذلك الوقت، وهو نفسه اللي هندس جسر تاع سيدي راشد بقسنطينة وجسور تاع مارسيليا، هي نفسها بنفس التصميم. وبذلك هذا الخط أصبح ليس فقط لنقل الناس ولكن لنقل الخيرات، وعندما نقول خيرات هو تلك أقول بين قوسين استعباد الجزائريين في خدمة يعني ممتلكاتهم، هما كانوا أصحاب ملاك تحولوا إلى عمال في ممتلكاتهم ونهب خيراتهم، وبذلك أصبح نقل الحلفاء كما قلنا، القمح، المواد الأولية الأخرى التي يحتاجها المصانع الفرنسية، الحديد الخام، رؤوس الماشية، يعني هناك إحصائيات يعني في هذا المجال. وتبقى جسور زمورة من بين المعالم التاريخية الشاهدة على نهب المستثمر الفرنسي لخيرة البلاد عبر ربط خط السكة الحديدية الماري عبرها إلى مختلف الموانئ الجزائرية، شاهد وجب المحافظة عليها وتوريثه للأجيال الصاعدة.